الجعدان المحليات الأصايل في شعاراتي وحضوري شعارات أبناء القبائل على أرضية ميدان المرموم، تحفة ميادين السباقات بدانة الدنيا دبي. أتقدم مباشرة مع هذه الأسماء ومع هذه الشعارات: مكافح المركز الأول سلطان بن سالم بن راشد لاشتبي من يقدم، مكافح في أول الأسماء الباحثة عن نواميس هذا الشوط. المركز الثاني مزعل القادم على ثاني المراكز طاهر بن عبد الله بن خالد البلوشي القادم على المركز الثاني، مقدما مزعل على المركز الثاني مباشرة إلى المركز الثالث، وأتابع العدملي القادم على ثالث المراكز بشعار النادر سيل بن عبيد ميميع الشبوسي يتقدم على المركز الثالث. يقدم العدملي على ثالث المراكز النقلة للمركز الرابع، ويتقدم الأسد سيل بن محمد بن ذويب العامري يقدم الأسد على المركز الرابع. المركز الخامس متعود لعبد الله بن محمد بالهلي الهايري يتقدم على المركز الخامس، والمركز السادس ياتي مياس على سادس المراكز راشد بن مرشود بن راشد المنصوري يتقدم، ويقدم مياس على المركز السادس في هذه اللحظات. سابع المراكز نتابع المركز السابع، نتابع الأسماء القادمة والشعارات. المركز السابع، وتابع المركز السابع المتسلل والقادم في هذه اللحظات، هذا شاهين مطر بن غالب بوحبل المنصوري القادم والمقدم شاهين على سابع المراكز. ثامن مراكزنا النجمي لسالم بن سعيد بن غدي الكتبي. تاسع المراكز يتواجد البطران لمهنا بن حمد بن مي العفاري القادم في هذه اللحظات. من الجانب الآخر يتواجد مفوض لسعيد بن نايع بن سالم النعيمي القادم والمتقدم على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة للعشر المراكز الأولى المتقدمة والحاضرة مع ندانا الأول مع هذه المحليات الأصايل الجعدان في سن الثناية. أعود إلى البداية والصدارة ما تحمله دائما من قوة وتنافس وتحدي في هذا العالم الساحر، عالمنا سباقات الهجن العربية الأصيلة. أعود إلى المركز الأول بعد انتصاف الستة كيلومترات. أعود إلى المركز الأول مزعل اللي غير، مزعل اللي تقدم على المركز الأول. طاهر بن عبد الله بن خالد البلوشي يتقدم على المركز الأول مقدما مزعل في صدارة كل الشعارات والأسماء. المركز الثاني القادم العدملي سهيل بن عبيد بن يميع الشبوشي القادم على المركز الثاني. المركز الثالث يتقدم مياس على ثالث المراكز راشد بن مرشود بن راشد المنصوري يتقدم على ثالث المراكز. والمركز الرابع الأسد قادم سهيل بن محمد بن ذويب العامري يتقدم على المركز الرابع مقدما الأسد وانطلاقات الأسد وتحدياته. المركز الخامس يتقدم متعود لعبد الله بن محمد الهلي الهاجري يتقدم على المركز الخامس. وصلت الأسماء. المركز السادس
هذا ابو حبل المنصوري قادم مع شاهين مطر بن غالب. ابو حبل المنصوري يتقدم على المركز السادس ويقدم شاهين على سادس المراكز سابع المراكز، يتواجد في هذه اللحظات ويتقدم وينطلق النشمي لسالم بن سعيد بن غدير الكتبي المركز الثامن. المركز الثامن هذا اللي وصلنا شعار مهنا محنى بن حمد بن مية العفاري يتقدم مع البطران القادم البطران وبن نايع النعيمي قادم في هذه اللحظات. سعيد بن نايع بن سالم النعيمي مع مفوض القادم، ولكن اعود الى الصدارة اكتفي بهذه الاسماء. اعود الى المركز الاول الى صدارة هذه الشعارات والاسماء. هذا مزعل 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 على المركز الاول، مزعل على الصدارة. طاهر بن عبد الله بن خالد البلوشي يتقدم على المركز الاول. المركز الثاني مياس القادم المنصوري، المنصوري وشعاره وهجنه تتقدم مع مياس راشد بن مرشود بن راشد المنصوري. غير على المركز الاول مياس تقدم على الصدارة عندما بانت المقصورة الرئيسية واقتربنا في هذه اللحظات واقترب الكل من الكيلومتر الأخير. يا هل المحليات، يا هل المحليات الأصايل في سن الثنايا. من القادم؟ العدملي سهيل بن عبيد بن يميع الشموسي ياتي النادر مقدما انطلاقات. العدملي العدملي على المركز الثاني، ولكن مياس مياس على الصدارة، مياس على المقدمة. راشد بن مرشود بن راشد المنصوري يتقدم على المركز الاول. بن يميع بن يميع الشبوشي قادم النادر مقدما العدملي. العدملي سهيل بن عبيد بن يميع الشبوشي على المركز الثاني. النادر ومياس، العدملي ومياس اللحظات الاخيره، ولكن العدملي العدملي اللي غير. سهيل بن عبيد بن يميع الشبوشي يتقدم على المركز الاول ويقدم ويقدم العدملي. العدملي على الصدارة وعلى المقدمة. هذا شعر صايب، شعر صايب يتقدم بالصدارة، يتقدم بالمركز الاول وبصدارة هذه الاسماء. ولكن دلال دلال قادم. سهيل بن سلطان بن تريم بن تريم اللحظات الأخيرة. يا بني ميع اللحظات الأخيرة ما بين ما بين العدملي وما بين دلال. دلال بن تريم، دلال بن تريم إلى بن تريم السلام. تهانينا والناموس لسهيل بن سلطان بن تريم الكتبي على فوزه. دلال بالمركز الأول. المركز الثاني العدملي لسهيل بن عبيد بن ميع الشبوسي. المركز الثالث مياه لراشد بن مرشود بن راهد المنصوري. المركز الرابع مفوض لسعيد بن نايع بن سالم النعيمي. والمركز الخامس مزعل لطاهر بن عبد الله بن خالد البلوشي. هكذا هي النتيجة. تهانينا وناموس للجميع. نعود في هذه اللحظات مع التوقيت الزمني ولحظات وصول دلال من استطاع أن يخطف هذا الشوط لصالح هذا الشعار، شعار بن تريم في اللحظة الأخيرة. 9:33 سبع أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لسهيل بن سلطان بن تريم الكتبي على فوز دلال بالمركز الأول. 9:34 ثلاث أجزاء من الثانية. العدملي لسهيل بن عبيد بن يميع الشبوس احتل في المركز الثاني مع العدملي المركز الثالث. 9 دقائق في هذه اللحظات و37 أجزاء من الثانية. مياس لراشد بن مرشود بن راشد المنصوري. هكذا هي النتيجة. تهانينا والناموس للجميع.